بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن أبواب الجنة الثمانية. لقد جعل الله للجنة ثمانية أبواب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. لو تأملنا لباس أهل الجنة نجده اللون الأخضر. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ويلبسون ثيابا خضر من سندس واستبرق، سورة الكهف آية 31. لو بحثنا عن تكرار اللون الأخضر في القرآن نجد أنه تكرر 8 مرات بعدد أبواب الجنة. فتأملوا هذا التناسق في الأعداد، هل جاء بالمصادفة؟ والله أعلم. طبعا ما جاء بالمصادفة، القرآن ما في مصادفات.